فحضراتكم حضراتكم انتوا اللي خليتوا جمهور او جمهور النادي الاهلي هو اللي خلى لعيبه النادي الاهلي في مباراه سيمبا التنزاني الاخيره دي 5-0 في الشوط الاولاني، والشوط الثاني بيمتعوا بقى اللعيبه على الواقف. هو الراجل قال لهم يا جماعه على الواقف، العبوا على الواقف بقى خلاص، لان احنا عندنا كل ثلاث ايام مباراه. كل ما حد يشوفني يسالني يقول لي ايه سر الشوط الثاني. سر الشوط الثاني في مباراه سيمبا، خلينا نتكلم على المباراه الاخيره، سر الشوط الثاني في مباراه سيمبا هو شيء واحد فقط، هو ان خلاص احنا كسبنا 5-0، عندنا ماتش كمان يومين. يعني النهارده تخيلوا حضراتكم، النهارده الحد، بكره الاثنين النادي الاهلي هيسافر بكره علشان او هيخش معسكر بكره علشان يلعب مباراته امام امبي، هيلعب مباراه امام امبي، وبعد كده هيريح يوم الاربع، يوم الخميس هيخش معسكر تاني عشان يلعب مباراه امام حرس الحدود يوم الجمعه، يوم الجمعه يخلص مباراه حرس الحدود ويسافر على تنزانيا يلعب مباراه امام سيمبا التنزاني مره اخرى يوم 12، وكلها مباريات كؤوس، وكلها مباريات ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار، الثلاث نقاط سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. لو النادي الاهلي فاز في امبي وفاز في حرس الحدود ان شاء الله ده يحصل، وفاز في سيمبا، اعتقد ان الركب هتبتدي تخبط تاني زي ما حصل النهارده، الركب بتبتدي تخبط وزي ما حضراتكم شايفين واحده واحده. اللي بيحصل ده زي ما حضراتكم شايفين ده خوف، ده خوف. الناس ابتدت تقول ايه، هو الاهلي جاي، هو الاهلي كسب سيمبا 5، هو الاهلي كسب وادي دجله، هو الاهلي كسب المقاصه 3، ده انا كده ممكن حاجه تحصل بقى. وزي ما انا قلت لكم من كام يوم، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. وطبعا في كلام كتير بيتقال، انا الحقيقه ما بردش على الكلام اللي هو ما هو الا مجرد فقاعات بس بتتقال كده علشان ايه، الناس بتفرش لنفسها عشان تبتدي لما تيجي تطلع الفتره اللي جايه تلاقي حد يتفرج عليها. فانا ما بردش على الناس دي الحقيقه، وما بتكلمش على الناس دي، لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا في قناه النادي الاهلي، احنا ما بنشوفش الحاجات دي، ما بنشوفش الصغائر الحاجات دي.